اول شيء ندير هو السودانيه، هاي الفلفل شريتها حمراء نص كيلو، هذا درتو وصلته مزيان ودرتو فواحد البواطه. انا غادي نرش عليه دابا بيكربونات الصوديوم هكا، غادي ندفع كلشي لتحت وغادي نخليه هنايا واحد نص ساعه ولا غنمشي نقضي في غلاتي وداكشي و تنرجع وغادي ندوز ليه ان شاء الله. يلا خليكم معايا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده. هاد النهار وصلت للقرادة فنمسح فيها كيف ما شفتوا معايا. من بعد ما درت الفلفله ها هي درتها هنايا، وصلتها بيكربونات الصوديوم وخليتها فترطبات فيها. دابا غادي غنهزها هكا وغادي نديرها في الشبيكه مرقيه مغسوله مقيه مقاده، غنديرها هنايا ونبدا مباشره نخدم فيها. ولكن قبل ما نخدمها راكم كتعرفوا الفلفل حار طبق المفضل عند مضطر هو هذا يموت على شي حاجه سميتها الحار بغيت نوجدها ليه. المهم غادي نشدها دابا، غادي نخليها هنايا تسقطر ليا، وفي نفس الوقت غنبدا نخدم فيها، غندير الليقات هما الاولين باش ما تحرقنيش وغنشارك معكم كلشي. خليكم معايا، ضروري الليقات ديروهم ضروري بزاف، لان الا ما درتوهمش غادي تحرقكم، الا حرقاتكم غادي تمشي لعينيكم الله يستر، ولا مشيتو توطا ولا شي حاجه يعني خطيره. المهم حاولوا ديروا ليقات باش تهاد لاطاي ديال ليقات يمكن صغيره، يمكن غنحاول نركبهم في الرسم واخا يكونوا صغارين ما عنديش مشكل. المهم غادي نخدم بهم لان هما اللي عندي دابا، غادي نحاول نقيها كلها. وعندي واحد الفصيص ديال الثوم مع نص كيلو، غندير فصيص ديال الثوم وغندير حامضه جاك مو بغا فيها الثوم، حقا ما كنديرش فيها انا الثوم اللي كندير الهريسه، ولكن هذه المره غندير فيها الثوم. نركب الليقات ونتلاقى معكم. ها انتم غنوري لكم الطريقه كيفاش تتشدوا غنزيود هكا تحاولوا تحيدوا لي هذاك الراس ديالو. بغيتوا تخليوا الزريعه تتخليوها، بغيتوا تحيدوها تحيدوها. انا واحد الكميه ايايايا مجهده، غندير النص ديالها بالزريعه والنص بلاش، واللي درتها باش ما نحرر حتى شي حاجه غادي ندير مباشره في سميتو مباشره في الهاشوار نحيد ليها الزريعه. ها انتم ايا هاد الزريعه ما غاديش نلوحها، البنات ديال المغرب ديوال شي بارك ديوال شي بلاصه فيها الطبيعه شي بلاصه فيها اتساع. انا غادي نديرها في واحد البواطه دابا ونخليها تيبس تتيجي جاكوم هو اللي غادي يخرجها يديها لشي بلاصه تبقى واعي دور داكشي راه مادا ليه حدا العين، دوك الجنانات اللي حدا العين تيلوح تما بزاف العظومه ديال لافوكا والزريعه ديال الكرموس اللي عمل فيت كرموس نصاره ملي كنسلخوه ما كيلوحش هو، هادوك تيديرهم في ميكا وتيديهم حتى تما وتبقى يلوح. هانتو شفتو غندير هكا، ما غاديش نحيد لها كلها الزريعه، غندير غير النص ديالها والنص غنخليه بلا زريعه. صافي غنستعمر هكا حتى تنكمل وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. وهنا درت واحد المقله دوك باقيين جدادين، ها هي عمرتها بالماء وخليتها تتعقمات ليا مزيان وشللتها وحطيتها هنا وجدتها فاش غادي نخدم تاعك. الزريعه اللي بقات كلها غنديرها هنا وغادي نخليها تيجي من الدار ولا يجي العين. عبدي لا ما بغيتو شي العين عاد تلقى الفلفله نايضه الحاره. صافي هنا كملت هاد الفليفله غنديرها في الهاشوار وغادي نحاول نطحنها. هايا انا ما غسلتوش، غسلتو التحتاني ديال الدجاج عقمته بالخل وداك الشيء، ماشي كلشي جديد اول مره ضروري كندير ليهم، مسحتو صافي ما غسلتوش من الفوق. صافي غادي ندخلو هنايا البريز درتو هنايا على حساب الكوموديتا ورشه على الضو من هنا، درت هنا غير مقيله باش من باش نربح الوقت، درت مقيله هنا غنشعل عليها حتى هي وغندير فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون شويه هكا غندير فيها تفصيص ديال الثوم نخليه هنايا يتشحر هكا نسد عليه ونخليه، وغندوز هنا الهشوار وغادي بلاتي نشوف غنطحن هاد الفليفله هادي هنا. طفيت على هاد الثومه ها هي كيف ما تشوفوا معايا، حولتها هنايا قزيتها ما بقيتش ما خليتهاش هنا شفتوا تتكون دبالت ما طايباش ولكن راه هي دابله. غادي نحاول دابا نعسها هكا شويه في هاد الزيت والفليفله ها هي بعد ما طحنتها كيف ما تشوفوا معايا، غنوري لكم دابا القوام ديالها. نحيد هذا انتم شفتوا القوام ديالها كي داير، ماشي طحنتها حتى ولات بحال الماء لا
هكا صافي. غادي نوضعها هنا هذا باقا ما شعلتش، حتى تنهبط كلشي مزيان هنايا. وهنا غادي نعصر واحد الحامضه ديك اللي وريت لكم، غنعصرها هنايا باش غنشلل بها هذا، نوضعها هنا. وفي نفس الوقت غادي نشعل دابا هكا، غنعطيه ثلاثة الرقم ثلاثة، غتبدا شويه تسخن ليا مزيان. هذا غادي نقصها نخليها على واحد بالنسبه للاخوات اللي عندهم البوطه ديال الضو هكا. اوكي صافي، دابا غنغطيها هنايا، غادي نخليها ندوز نعصر الحامضه. الحامضه هادي عصرتها هنا، ونزيدها كلها جوج طروف او جوج بيوم، غنعصرها مزيان. هانتوما شتو، ندوز كتغلي هكا. غنقصها دابا، غنخليها غير في واحد بالنسبه اللي عندها هاد سميتو المقلب بوطه بحال ديالي، اللي ما عندهاش راه تنقص البوطه مزيان حتى تكون ناقصه. صافي تندير هاد الحامض دابا هكا، وغادي ندير الملح. الملح هي اللي كتكون سيرفيها هي والحامض باش تبقى لكم موده. ندير هكا بالنسبه لنص كيلو، معلقه صغيره ما عمرهاش مزيان. والثوم راه نسمتها بها. صافي دابا مره غادي نبقى نحركها حتى تطيب مزيان هاد الفليفله هادي، وكتبخر ما كيبقاش فيها هاد الماء ديالها ديال الحامض والماء ديالها، حتى تتشرب مزيان. بعد تقريبا عندها شي ساعه الا ربع على نار مهيله. نخلي ليها الغطايه ولكن منفسه شويه، ونشعل لاهوت دابا باش ما تجينيش الحار في الدار، ونوريها لكم من بعد. هريسه قربت توجد، ها انتما شفتوا بدات كتنشف، ها هي صافي. ملي كتنشف دابا هكا دازت عليها نص ساعه بلا حساب. دابا غادي نجيب ليها زيت الزيتون، صافي نجيب زيت الزيتون هكا، تنخوي فيها واحد شويه جهد شي 3 ولا 4 المعلقات شويه هكا، تبداو تخلطوا خلطوا كلشي. الزيت تحاولوا تدخلوه معها باش يعطي هذاك اللون تينسمها هكا ناقصه. المهم هو ان النار تكون منقوصه، خليها دابا حتى يخرج لها كاع داك الماء اللي فيها، ميبقاش تنشف مزيان. هانتوما شوفوا معايا هنايا، كيخرج من هذاك الماء كله وتيبدا يدخلها هذاك الزيت على الرقم واحد. هانتوما شفتوا يعني ناقصها مزيان. خليها دابا تتبان ليا الثومه، شي حاجه ديال الثومه باقا، تنحاول نمسها باش تخلط كلها تنسم ليا بالثومه. شفتوا الزريعه ديالها هي كيبغيها جاكمو، انا ما نكذبش عليكم فاش كنت كناكل الحار نحيدها كلها الزريعه، ما تنخلي حتى شي حبه ديالها، ولكن هو خليت لي كيبغيها تيقول لي خليها. دابا دازت عليها تقريبا واحد 20 دقيقة، أنا مرة كنشوف الساعة. غادي نخليها دابا تكمل ليا، نزيدها واحد 10 دقايق، غنخليها تكمل ليا نص ساعة، يعني 30 دقيقة من اللي درت ليها هذاك الزيت. صافي وغادي نطفي عليها من بعد ما تكمل ليا 30 دقيقة، وغادي نخليها حتى تبرد تماما، وغادي نتلاقى معكم. خليو هنا الهريسة من بعد ما نشفات مزيان، هانتوما شوفوا كيفاش كتصبح وبردات، غنقول لكم بردات بردات مزيان. هانتوما شفتوها، غادي نحاول نجمعها هنايا بالشكل هذا، تنخلي هذيك الزويته ديالها جنب. وغادي نجيب فاش غادي نديرها، غنجيب مثلا انا هاد القريعه هادي كتحكم الاغلاق هكا، ملي كدير ديروا قريعه نتوما اللي بغيتو حتى تكون مزيره، ها شفتوا كديروها فيها كتزير. صافي غادي نشدها دابا، غادي نبدا نهز ونوضع فيها هاد الشكل هذا. نخويا كل نص كيلو هذا اللي درت ديال الفلفله حاره تتقطع، الريحه ديالها راها قطران. صافي دابا غادي نحاول نهبط هاد السويته ديالها، نهبطها هكا نص كيلو. صافي نهبط دابا كلشي هاد الشيء اللي بقى الزيت ديالها كلشي باش يجيني الفوق. درت نص كيلو ديال الفلفله ب 160 80 الرابعة. اوكي
نزيد نهبط كلشي مزيان. الهريسه من بعد ما وجدات صافي ها هي درتها في قريعه، هبطت كلشي. غنسد عليها دابا، طريقه باش تحافظوا عليها هكا غنديرها في الثلاجه تتبقى لكم تتسالي حتى اكثر، تبقى 3 شهور 4 ما عرفتش على حساب الوقت نتوما وشحال كتاكلوا. ها هو ملي كتدخلوها للثلاجه كتبقاو تهزوا منها، فين ما هزيتوا منها كيمشي لي هذاك الزيت الفوقاني، كتغطيوها بشويه ديال زيت العود صافي، وكتخليوها في الثلاجه دائما صافي، غتبقى مده طويله. وطلعت عليا تقريبا كاع بالزيت والثوم والحامض وكل شيء ب 10 دراهم. تمنيتنا الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.